Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudariku sekalian Yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tema rukyah kita kali ini Rukyah membuang energi negatif dan racun sihir yang terkunci Di dalam tubuh Bagi saudara sekalian Yang sering waswas cemas -was gelisah takut berlebihan Ataupun sering merasakan adanya penampakan dari kalangan makhluk astral, jin jin fals, jin kafir, ya merasakan dan melihat walau itu bukan wujud aslinya, atau yang ketiga sering ada uh, penyakit yang berpindah-pindah pada tubuh kita, atau ada gangguan-gangguan di rumah kita atau tempat usaha bagi yang punya usaha seperti warung toko kedai dan sejenisnya, dan di dalam diri kita ada aura negatif energi negatif di wajah di badan Ya, aura kita atau energi kita ini nampak negatif Atau kelihatan tidak uh, menyenangkan untuk dipandang Maka dengarkan ayat-ayat ruqyah ini Dan beberapa gabungan doanya Dan kita sama-sama berdoa Memohon pertolongan Allah Siapkan air di hadapan kameranya Dan saya akan membacakan beberapa ayat-ayat dan Dan uh, doa-doa dahsyat insyaAllah ta'ala Sudah siap semuanya? Dengarkan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الشافي بسم الله كافي بسم الله معافي بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد وليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من غد وإقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين يحضرون إني أعذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك اللهم إن نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إن نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميض من الغيظ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات السرور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رَوْبٌ رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حساب عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الرحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. لرأيت خاشئا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Saudaraku, letakkan kedua tangan di hadapan wajahnya, dekatkan ke mulutnya Kemudian silakan baca surat Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas satu, satu kali, satu kali Tiupkan, usapkan ke wajahnya ya. Lalu ke kepala, tengkuk pundak, tangan kanan, atas bawah, tangan kiri atas bawah Lalu badan depan, turun ke bawah, badan belakang, sampai ke kaki Kaki kanan dan kiri sudah itu sekalian Seperti biasa, letaklah tangan kanan di dada kiri, tangan kiri di perut, lalu tepuk-tepukan. Oke, okay? tepukan. Silahkan baca surat al ikhlas Al-Falaq, An-Nas tiga kali tiga kali. Bagi yang hafal ayat kursi boleh ditambah ayat kursi, masing-masing tiga kali. Setelah ditepukkan, usap-usapkan. Eh, baca surat-surat ya, tadi. Kemudian silakan berdoa ya Allah hamba mohon buanglah segala aura negatif energi negatif di badan hamba, segala racun jin sihir, ya segala pengaruh pengaruh sihir, pengaruh pengaruh gangguan jin di badan hamba, ya silakan berdoa menurut bahasa wilayahnya negaranya masing-masing atau daerahnya. Lalu tarik batukan, kata tarik atas ya, buntahkan. <kuh> ya, jadi kita jangan ragu ya pada saat kita narik benar-benar kita ini berniat memohon pertolongan Allah untuk membuang segala energi negatif, aura negatif, ya, tarik. Oke, okay. okay sudah sekalian dengarkan. Saya akan membacakan beberapa gabungan doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis. Aslih lana syi'nana kullahu wa la ila nafsina tarafat Ya Hayyu ya Qayyum, برحمتك نستغيث أصلح لنا شئننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شئننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شنانا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شئنا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شئنا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين بسم الله الرحمن الرحيم يا حي حين لا حي في ديم مات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في ديمومات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في ديمومات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في ديمومات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في ديمومات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في ديم مات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في ديم مات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في ديم مات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في ديم مات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في ديمومات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في ديمومات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في ديمومات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في ديمومات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في <applause> مات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في ديمومات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في ديمومات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في ديمومات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في دي ممات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في دي ممات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في دي ممات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في دي ممات ملكه وبقائه يا حي يا الله يا رب كامل كامل مهان كبدام ampunilah dosa-dosa kami dosa-dosa kedua orang tua, orang tua kami dosa seluruh keluarga-keluarga kami dosa seluruh kaum mukminin mukminat muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kami Dimanapun berada ya rab ya allah hari ini kami mohon pertolonganmu apabila di antara saudara-saudara kami yang ada di hadapan kami ataupun yang tak di hadapan kami yang melihat ataupun tak melihat kami yang mendengar ataupun tak mendengar kami yang mengikuti ataupun tak mengikuti kami hari ini ya Rabb Apabila diantara mereka ada yang sakit Kami mohon sembuhkan penyakit-penyakitnya Baik penyakit zahir jasmani Penyakit-penyakit hati maupun penyakit gangguan jin sihir dan ain Ya Allah apabila dalam diri saudara-saudara kami ada energi negatif Ada aura-aura negatif di rumah tempat tinggal dan tempat usaha Maka kami mohon ya Allah keluarkan Dan gantikan dengan energi-energi positif Ya Allah perbaikilah urusan saudara-saudara kami Mudahkan urusannya, lapangkan rezekinya Jaga dan lindungilah diri dan keluarganya serta rumah tempat tinggalnya dengan cahayamu. Ya Allah apabila di tubuh-tubuh saudara kami ada racun-racun sihir. Santai dan sidisnya maka kami mohon hancurkan dan keluarkan ya Rabb. Ya Allah apabila di badan dan di rumah saudara-saudara kami ini ada pengaruh-pengaruh jin-jin jahat jin fasik. Maka kami mohon putuskanlah segala pengaruh-pengaruhnya, ikatan-ikatannya. Hancurkan jin-jin yang membangkang lagi sombong yang tak mau mengikuti perintahmu ya Rob. Apabila ada sihir yang sudah lama mengikat maka kami mohon kembalikan ke asalnya dan siapapun yang menghantarkannya. Ya Allah ya Rob kami kami mohon khusus kepada saudara kami. Bentengilah diri dan keluarganya, jagalah diri dan keluarganya dari segala marabahaya bencana musibah. Jagalah dari segala pengaruh-pengaruh dan orang dari orang-orang yang jahat lagi zalim siapapun yang berbuat kejahatan dan kezaliman maka kami mohon hancurkan mereka ya rab jika mereka tak mau bertaubat. ya allah engkaulah tempat kami memohon dan meminta engkaulah tempat kami menyembah ijabah doa-doa kami ijabah doa-doa saudara kami ya bihakkiya kana abdu wa iyakan asta'in wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maulana ni'man nasir wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim saudaraku silakan Air yang ada di hadapan kamera diminum ya, sebelum diminum dekatkan ke mulutnya bacalah surat Al-Fatihah, al 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 An-Nas, al Al-Falaq, Al-Ikhlas, Ayat Kursi. Baca berapa kali? Tiga kali boleh masing-masing, tujuh kali boleh, sebelas kali boleh masing-masing dibaca. Jangan lupa setiap satu kali baca tiupkan dengan ludah kecil. Oke. Okay? Lalu berdoalah, ya Allah angkat sembuhkan penyakit hamba, segala ikatan jin sihir, energi negatif orang negatif keluarkan dari tubuh hamba. Oke. Okay? Lalu air tadi silakan minum dengan tangan kanan baca bismillah. Oke. Okay? Saudara sekalian, jangan lupa untuk selalu rutin menyaksikan video-video kami di channel Quranic Terapi. Sisihkan satu hari untuk menyaksikan minimal 10 video kami. Dan bagi saudaraku, di sini kami channel Quranic Terapi menyiapkan banyak uh, berbagai macam ya produk herbal. Baik untuk penyakit-penyakit medis uh, ataupun penyakit yang sifatnya non medis yang berasal dari gangguan jinsir dan ain. Kami sangat ingin membantu saudara sekalian untuk melakukan terapi pengobatan dan penyembuhan penyakit. Maka apabila ada rezeki, boleh hubungi kami kami akan hantarkan ke rumah-rumah dimanapun ya dimanapun alamat surat kami akan kirimkan silahkan hubungi kami di sms whatsapp 081111112067 satunya enam kali ya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.